اهلا بيكم، معاكم محمد عاطف من عرب هاردوير. النهارده هنعمل كويك ريفيو انبوكسنج لكيوناب تي اس 451A. اللي متابع قناتنا ياخد باله ان احنا عملنا سلسله فيديوهات فيها شرح تفصيلي وكل حاجه عن الكيوناب وعن امكانياته وعن مميزاته. نفس الجهاز معانا المره دي، بس فرق بينه وبين الجهاز اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الفيديو اللي فيه سلسله حلقات بتاعت الكيوناب، ان هو فيه 2 بي زياده. يعني ايه 2 بي زياده؟ يعني انت ممكن تركب هاردين زياده في الكيوناب، يعني ممكن تزود المساحه التخزينيه بتاعه الكيوناب. يلا يعني نعمل انبوكسنج نشوف نفسنا. يلا طبعا نفس الخصائص بتاعه الكيوناب دوت، هي نفس اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي قبل كده. خلينا نرجع بيه نشوف بعدين. نفتح علبة نشوف جاي فيها ايه برضو. البار ادابتر انت بتوصل بيه الكيوناب، وده الكويك انستليشن جايد. والعلبة هنا فيها يعني الريموت اللي هتحكم فيه في الكيوناب والحاجات المالتي ميديا اللي عليه، وبعض بقى الوصلات، وصلتين نتورك عشان طبعا توصله للنتورك عندك، و مفيش حاجة تانية تقريبا غير المسامير اللي انت تركب فيها الهاردات في الكيوناب. نيجي بقى للكيوناب نفسه كده. العلبة دي مفيش حاجة تانية. زي ما احنا شايفين زي بالظبط الكيوناب اللي اتكلمت عنه في الفيديوهات اللي قدمتها على قناتنا عرب هاردوير، بس الفرق ان فيه 2 بي زياده عندنا هنا. طبعا افتح بيها عشان اوريكم. دي اللي بيركب جواها الهارد ديسك اللي هو بيبقى جوه الكيوناب. يعني ايه في 2 بي زياده؟ يعني هيبقى المساحه التخزينيه اكبر، يعني ممكن تركب هاردين زياده. هنلاحظ ان قدام في 2 يو سي بي 3 وزرار باور وزرار الوان كوبي اللي هو بيخلي ياخد لك الداتا اللي على الهارد ديسك يعملها كوبي على الهاردات اللي موجوده في الكيوناب على طول بضغطه زرار. كده طبعا بتعمله او بتكونفجره بالسيستم اللي موجود على الكيوناب. وبرده احب اوضح ان في مدخل اس دي كارد هنا اهو، عشان لو عايز تركب كارت ميموري على الكيوناب وتنقل الداتا اللي عليه تحطها على الكيوناب. هنيجي من الظهر هنلاحظ فتحتين نتورك وفتحه الباور وبرده مخرجين يو اس بي 3. يبقى كده كده في 4 مخارج يو اس بي 3، 2 من قدام و2 من ورا. بعد كده مخرج الاتش دي ام اي ومخرج المايك والصوت. بالنسبه للسبيكس بتاعت الكيوناب، فالبروسيسور اللي فيه انتل دوال كور، كارت الشاشه اللي فيه انتل اتش دي جرافيكس و4 جيجا رام. ده بالنسبه للسبيكس بتاعته. زي بالظبط الجهاز اللي احنا عملنا له الفيديوهات قبل كده، بس الفرق زي ما قلت فرق بينه وبين التاني اللي هو فيه 2 بي زياده، يعني ممكن تركب فيه 2 هاردين زياده. وده كان كويك ريفيو انبوكسنج سريع للكيوناب تي اس 451. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عايزين شرح تفصيلي اكتر عن الكيوناب وعن امكانياته ومميزاته هتلاقوا في الديسكريبشن لينك لست حلقات اللي احنا عملناها. اشوفكم على خير.